السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقييم من الوحدة 5، الإزاحة والقوة في بعدين، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح في إيدك. لنقرأ المسألة معا. يمكن تقسيم وزن الكتاب الموضوع على مستوى أفقي إلى 2 من مركبات المتجهات، واحد على المستوى والآخر متعامد عليه. الطلب A: ما الزاوية التي تتساوى عندها المركبات؟ شو برأيك؟ الزاوية التي تتساوى عندها المركبات هي 45 درجة. لماذا؟ لأن كوسين 45 درجة تساوي لكوسين 45 درجة وتساوي 0.707، وعلى هذا الأساس بتكون المركبة على المحور X تساوي المركبة على المحور Y. الطلب B: ما الزاوية التي يساوي عندها المركب الموازي صفر؟ نفترض المركب الموازي هو المركب X، إذن AX وتساوي لا A كوساين سيتا وتساوي الصفر. هذا من عضاء السؤال. السؤال قال لك ما الزاوية هذا المطلوب التي يساوي عندها المركب الموازي صفر، واعتبرت AX هو المركب الموازي. تعالوا نناقشها. A لا يمكن أن تساوي الصفر لأنه موجودة، لكن كوساين الزاوية ممكن تساوي الصفر، لذلك باخد الشيفت، شيفت الكوساين سيتا وتساوي شيفت الكوساين كوساين مين؟ كوساين الصفر. بتطلع معك 90 درجة. إذن الزاوية التي يساوي عندها المركب الموازي صفرا هي الزاوية 90 درجة. وفي رعاية الله،